فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة نعم ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه أو يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. نعم، وهذا كما سبق أن المعاصي والكفر يؤثران في الأرض وفي التربة، وأن الإنسان يتجنب مواطن الكفرة ومساكنهم لئلا يصيبه ما أصابهم، وأن لا يؤدي الصلاة في أرضهم التي كانوا يعمرونها ويسكنونها، لأنها بلاد مأثومة وبلاد ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملعون أهلها. واللعنة تؤثر حتى في الجمادات وفي الأرض، فهذا دليل على أن المسلم يتجنب مآثر الجاهلية وأماكن الكفرة ويبتعد عنها. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لكن صلاته عند القبور وسيلة إلى الشرك والتأثر بالأموات. وكذلك في مواطن المعذبين، وكذلك في أراضي الكفر التي كانوا يسكنونها ويعمرونها كأرض بابل، وبابل تقع في شمال العراق، وكانت للنمرود والكنعانيين الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان له معهم ما كان مما ذكره الله في القرآن. وفي النهاية هاجر إبراهيم عليه السلام من أرضهم إلى أرض الشام وإلى أرض الحجاز فارا بدينه منهم، فهم أمة عاتية وأمة كافرة يعبدون التماثيل، يعبدون الصور المجسمة من دون الله عز وجل، وهذا فيه دليل على تجنب مواطن الكفار مهما أمكن الإنسان، ولا سيما المواطن التي نزل فيها العذاب والعياذ بالله. نعم، فإذا كان هذا في الأراضي التي استوطنوها وسكنوها، وأن المفروض أن المسلم يتجنبها، فكيف بالتشبه بهم في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم، وأشد ذلك تشبه بهم في دينهم، فإن هذا مما يؤكد أن المسلم لا يتشبه بالكفار. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر ابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعناه ولفظه: فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا، أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. كل مواطن العذاب ومواطن الكفرة العتات المسلم يتجنبها، لا سيما في العبادة، فلا يصلي فيها ولا لئلا يصيبه من آثامهم ومن آثارهم، لأن المعاصي تؤثر حتى في البقاع. نعم. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. نعم، الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة كان يكره الصلاة في مواطن الكفار اقتداء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذه المواطن. نعم. وقوله: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. اي نعم، هذا تعليل عام، نهاه أن يصلي في أرض بابل. لماذا؟ لأنها ملعونة، فدل على أن كل بقعة نزلت فيها اللعنة أنها تتجنب ولا يصلى فيها. نعم. يقال أن بابل حول الكوفة الآن يا شيخ، في أدنى هم في أرض العراق. طيب، هم في أرض العراق. إذن هذه النصوص مخصصة لحديث جعلت لأرض مسجد وطهورة. نعم،
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المواطن التي نهي عن الصلاة فيها، ولا تعارض بين الأحاديث. نعم. قال: والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيره. نعم، يوافق ما في أرض بابل. أرض بابل نهى عن الصلاة فيها، أرض الحجر لم ينهى عن الصلاة فيها، لكنه نهى عن الدخول، عن الدخول، والدخول يشمل الصلاة فيها من باب أولى. فإذا دخلها ليصلي فيها فهذا أشد. نعم. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا. كذلك، هذا شاهد قوي وشاهد واضح في أن آثار الكفر وأراضي الكفر لا يصلى فيها، الخاصة بالكفار لا يصلى فيها. فلما كانت نية أصحاب مسجد الضرار من المنافقين من بنائه ليس وجه الله عز وجل، وإن كان ظاهره أنه لوجه الله، لكن بنوه للمضارة بمسجد قباء، وبنوه لتجمع الكفار فيه ليكون مركزا كما نسميه الآن، مركزا لاجتماعهم وتخطيطهم ضد المسلمين، أن الله جل وعلا نهى نبيه أن يصلي فيه، فقال: لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه، لأنه كان وعدهم أن يصلي فيه إذا قدم من تبوك، فالله أسبق له النهي قبل أن يصل.